ترأست وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان وفد دولة الكويت المشارك في المنتدى اللوجستي العالمي والذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض. ويجمع المنتدى قادة القطاع اللوجستي من أنحاء العالم لمناقشة التوجهات الرئيسية والتحديات التي تواجه القطاع والفرص المتاحة، كما يبحث فرص التعاون المستقبلية بين الجهات المعنية في القطاع. بحضور أكثر من 10,000 مشارك من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية والتنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، انطلقت في الرياض فعاليات النسخة الافتتاحية من المنتدى اللوجستي العالمي. ورأس وفد دولة الكويت في المنتدى الدكتورة نورة المشعان وزير الأشغال العامة، ويستهدف المنتدى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي وإبراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. المنتدى اللوجستي يعد منصة استراتيجية تجمع قادة القطاع والخبراء لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات في مجال الخدمات اللوجستية. أهمية المنتدى تأتي من دوره في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما يدعم المنتدى جهود المملكة في تحقيق رؤية 2030 بأن تصبح مركزا لوجستيا عالميا. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع عبر جلسات حوارية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي. اليوم اهتمام السعودية في القطاع اللوجستي برا وجوا وبحرا يعني اهتمام كبير، قاعدين نحقق نتائج مرة عالية. النقاش حول المستوى اللي وصلنا له والصعود إلى مستوى أعلى صعب، لكن ما هو مستحيل، يقدرونه الرجال اللي هنا. الالتقاء اليوم أنواع السفراء والوزراء والمهتمين في المجال من كافة أنحاء العالم قاعدين يتكلمون عشان يعني يصنعون قرار لوجستي وهم قادرين على ذلك. ويبحث المنتدى عبر جلساته الحوارية مواجهة التحديات من خلال الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والابتكارات الرائدة لبناء عالم أكثر استدامة. يتطلع قادة الصناعة وشركاء القطاع في هذا المنتدى العالمي إلى تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية عبر التحديثات والحلول المبتكرة في البنية التحتية. خالد الشمري، مراسل قناة الأخبار، الرياض.